احنا بنتكلم في جزئيه مهمه حصلت بين فايلر والخطيب وايه اللي هيحصل. الكابتن الخطيب وعد بتبنيها لدى اتحاد الكور الامرين هما يا فتح الاجانب يا انك انت الاجنبي يبقى عندي ما يجبرنيش ولا يلوي دراعي. خلاص يا عم انت مش عاوز تحترف ولا عاوز تنتقل الى فريق اخر زي الاخ جيرالدو، هتنك قاعد معايا وهتاخد مرتبك، هتقعد معايا وتاخد مرتبك، بس هتاخد مرتبك بايه بقى؟ بالشهر. مش هديك الثلاث سنين بتوعك او السنتين دفعه واحده، هديهم لك كل شهر كل دفعه زيك زي زمايلي. هتبقى انت مضطر لايه؟ مضطر انك انت تدور على عرض. ليه؟ انت كده بطلت كره يا نجم. فناخد يبقى المساله فيها توازن بين النادي وبين اللاعب. فالامر ده طلبه مستر ريني فايلر من الكابتن محمود الخطيب، ووعد بان هو كابتن محمود قبل كده اتكلم فيه مع عمرو الجناين، وعد بالبحث عن حل لكل الفرق. طب اقول لك على حاجه، الزمالك مثلا عنده 9 اجانب، بإيري بابي وحميد احداد وكوفي ورزاق سيسي، و5 اجانب عنده بجانب الدنيا. طب انت محتاج ايه دلوقتي؟ محتاج 5 بس. طب الناس دي، رزاق سيسي ده كان مرتضى بيقول لك جاي لي فيه 3 مليون دولار، ما جالوش حاجه. طب هو لو عاوز يمشيه هيضغطوا ماديا، هيدوس عليه ماديا، ممكن يخسر فيه. طب انت ليه بقى يعني مع الاقل تدي فرصه للانديه انها تعرف تبيع وتشتري، ما تبقاش مضغوطه، ما تبقاش مضغوطه. طيب ايه اللي خلى الاقتراح بتاع فايلر ده يجي؟ ركز معايا يا اونكل، ركز معايا يا غالي. اللي خلى اقتراح فايلر بتاع الاجانب ده يجي الصفقات الجديده. بدري بنون، نسيت اقول لكم قبل ما اخش لكم في الصفقات الجديده، تم الاتفاق بين فايلر والكابتن محمود الخطيب على ابرام كل شيء والانتفاع على كل شيء، لكن منع الحديث نهائيا في كافه وسائل الاعلام عن اي صفقات الا بعد انتهاء مشوار الاهلي في دوري ابطال افريقيا. قال لك نخلص ما نخلصش بيننا وبين بعضينا، ما حدش يعرف. لكن الاعلام المغربي خلاص قال بدري بنون في الاهلي. وانا بقول لك بدري بنون في الاهلي. بدري بنون في الاهلي، الواد اللي منور ده هيظبط دفاع النادي الاهلي، هيدلع دفاع النادي الاهلي. وايه وصانع العاب من ورا 10 على 10 يفكرك بالرايق عماد النحاس، الرايق عماد النحاس، حاجه كده يعني ما شاء الله تبارك الله. فبيتكلموا في الاجانب. ايه اللي خلى مستر فايلر يفتح الحوار حوالين عدد الاجانب او القيد يبقى مقيد لكن مش لازم يمشي؟ هو مفاوضات النادي الاهلي مع اللاعبين الاجانب. الاهلي خلص بدري بنون، ولو حد قال لك ما خلصش قول له انك تكذب او تتجمل. خلصه، لكن في بند محدش يتكلم في الموضوع غير بعد انتهاء مشوار الفريقين في دوري الابطال الافريقي بعد 6 نوفمبر. 6 نوفمبر بالليل هتلاقي كله بيعلن الصفقات. ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله بيبقى 6 نوفمبر ده الاهلي والزمالك في الفاينل ان شاء الله، ونستمتع بمباراه طيبه ويكون الكاس مصريا خالص. الصفقه الثانيه اللي النادي الاهلي قطع شوط فيها كبير لكن عنده تردد، انا بقول الفاظي بدقه، قطع شوط كبير، قال لك يوسف البلايلي. قال لك ايه؟ قال لك يعني يوسف البلايلي مش ملتزم، مش منضبط. ده مش البلايلي، ده الكعب، ده ايوب الكعب، ايوب الكعبي اللي مستني لحد يوم اسبوع كده ظن او 5 اكتوبر، مش فاكر 5 اكتوبر ولا ايه، عنده عرض من البوندسليجا ان هو يلعب هناك. لو ما لعبش هيرجع تاني يجدد التفاوض مع النادي الاهلي، يعني هو واخد فرصه للمساله دي هو ووكيله التونسي. فاللهم صل على محمد، انت عندك بدري بنون، عندك ايوب وعندك يوسف البلايلي. يوسف البلايلي بقى ده دهية، لكن في تردد في النادي الاهلي من التعاقد معاه عشان ايه؟ جزئيه مهمه جدا. قال لك ما التزمش، لم يلتزم ولم ينضبط مع اهل جد. الاهلي في اصوات جوه النادي الاهلي بتقول لك طب انا خايف ان الواد الحلوه ده احسن لاعب في افريقيا الموسم الماضي مع منتخب الجزائر
يجي النادي الاهلي فعند اي مشكله يروح الجزائر ما يجيش. ما هو الاهلي بيدور على الشخصيه وبيدور على الالتزام والانضباط. هتبقى راحت فلوسك يا ايه يا بيبو لو هو راح وكده. ففي اصوات قلقانه من اتمام الصفقه، لكن الصفقه فيها تقارب كبير ورهيب بين الاهلي ويوسف البلايلي واتفقوا ماليا. في ناس حد قال لي يعني الاتفاق من 1.2 مليون دولار لواحد ونص. قال لي الكلام في المنطقه دي. قلت له طب الكلام في المنطقه دي ليه؟ قال لي بناخد وندي عشان لو في تردد او حاجه وهنتراجع يبقى المساله مساله ماديه. امال ايه؟ في واحد شغال من اول ما بدات اللايف مرتضى جاب سيرتك امبارح، مرتضى جاب سيرتك امبارح. يا عم يجيب، ما انا قلت جمله عشان نريح دماغنا. يشتم زي ما يشتم انا مش هرد. انا بتكلم مهنه وصحافه. مش هرد. ربك المنتقم القهار. باذن الله يرينا فيه ايه عن قريب. اصبر بس اصبر. اصبر. ومش عاوز اعرف مرتضى قال لي، انا مهتم بالشغل. وهجي لكم دلوقتي. طب يا عم فكرتني بمصطفى محمد ومرتضى وجماهير الزمالك. ماشي. واعتراف مرتضى. والله انت ابن حلال. برضو اكسفك. فهنا اتكلموا في الجزئيه دي بشكل مباشر، وهي انك انت عاوز تعمل تحسن الكواليتي بتاع الاجانب. تحسن الكواليتي بتاع الاجانب. فما انتش عارف تتصرف، فده اللي تم مناقشته بين الاسطوره كابتن محمود الخطيب والمدرب المبدع فايلر. بس اوعى تيجي تقول لي ما انت قلت عليه انه في المباريات الكبيره بيتوه. هقول لك انا قلت وما زلت عند رايي. مباراه الزمالك هنا في الدوري وهناك في السوبر ما بعرفش يبحث عن حل. بس هو انا مش عارف يعني ادى فرص لجيرالدو، لو خدها عم حارس كان بقى زمانه اساسي في منتخب مصر مش في النادي الاهلي. ماشي؟ لكن هيعمل ايه الراجل؟ مش بايده. فهنا عشان يبقى الاهلي، خلي بالك، خد بقى مني الجزئيه الثانيه. عشان تعرف ان احنا بتوع معلومات مش بتوع جواف. في اجتماع الكابتن محمود الخطيب ومستر فايلر مش بتكلموا على الموسم ده. ده بتكلموا على شكل المسابقة الموسم القادم وازاي هتبقى مسابقة نارية وكل مباراة فيها ضغوط كبيرة. ليه؟ لأن بيراميدز يعني لما تيجي تقول دوري الموسم ده الصعب للاهلي ولا دوري الموسم الماضي؟ دوري الموسم الماضي. ليه؟ كان بيراميدز جامد وداخل وفي دوافع وفي حكايه وفي روايه، والمستشار التركي بتطلب حكام اجانب، والزمالك بيقول لك الحكام دول مش عارف ايه، والاهلي بيعمل ايه، والزمالك يقول لك لا مش هلعب كاس الامم. لا كان مشتعل. الاهلي يتوقع والكابتن محمود الخطيب وفايلر يتوقعون ان الموسم اللي جاي هيبقى قوي جدا جدا جدا. خاصه ان بيراميدز عمل قوية. خاصة ان بيراميدز عمل فرقة قوية. ويتوقع المسؤولين في النادي الاهلي وجود مفاجآت من بيراميدز في التعامل مع الاعلام والتعامل مع الميديا والدوافع. قال لك هو مش هيعمل كل ده ويجي عند الاعلام ينام على جنب. لا. ده هيبقى لسانه اطول من كده وهيجيب ناس تتحدث بقوة اقوى من كده. فبالتالي لازم تبقى انت عامل فرقة قوية جدا جدا جدا. وعندك بدائل متميزين جدا 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 او دقه قويه معنى اصح. فكلام النادي الكابتن محمود الخطيب ومستر فايلر في هذا الاطار. ده عمل فرقه للموسم اللي جاي، ان الموسم اللي جاي صعب. فعشان كده بيتكلموا في ايه؟ في يوسف البلايلي، في بدري بنون، في ايوب الكعبي. طيب. عاوز اروح لحته ثانيه. الاجانب اللي في النادي الاهلي مش عاوزين يمشوا. اولهم مين؟ جيرالدو. وكيله التونسي قال له نمشي ليه؟ قاعدين في النادي الاهلي واكلين شاربين مدلعين متنجمين، هنروح بنروح انجولا بنقول لهم انا في الاهلي كلاب زي جيلبرتو زي فلافيو، فانت واخد مكسب معنوي كبير، بتلعب بتجيب اجوان، مش مهم تجيب اجوان، ادائك عامل ايه؟ ما حدش شايف في انجولا ادائك عامل ايه، فخليك نايم في النادي الاهلي ما تمشيش.